مساء الخير، مساء الحب، مساء الأمل من بغداد جمهورنا العظيم. اليوم حلقتنا غير من برنامج تعال سمعك. أخطر من يسوي تركيبة إيقاعية. شلون تصنف نفسك علي؟ أنت مطرب لو ملحن؟ قالت لي حبيب وياك حلوة ومرة أتحمل. أنت اليوم الأغاني القديمة هم صدرت بالسوشيال ميديا وهم أخذت الحيز، شو أخذت صدى مثل هاي الأغنية الحديثة؟ إحنا لازم ما نطلع من إطار العراقية، بدينا نطلع حسا هالفترة. شو نسوي يا ناس صعبة فارقتنا، نايم المدلول حلوة نومتنا، نايم المدلول. تثقل كل تفاصيله وموهبته وأشياء. يعني هسا احنا حقوق ما عدنا، يعني بالعراق ماكو حماية لحقوق الأغنية. ربع وهالي ملاني قد ما أون سمعاني، ضايق علي كوني لو تسألاني شلالي. علي بدر تعال سمعك على ألف واحد.